السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان ما عملناكوش كشري المصري، والكشري دلوقتي بقى بفلوس كتيرة دلوقتي، خلي بالكم يعني ما عادش أكلة شعبية زي زمان. في الأيام اللي احنا فيها دي الكشري بقى غالي، صح؟ فعايزين قبل ما أتكلم على الكشري أنا عايز أقول لكم على القمر ده. القمر ده أهو شايف، دي مهلبية، مهلبية طبق مهلبية، وعليه اللي إيه الكراميل ده، خلي بالك هو دي الفكرة. أنا أكلتها في شفتها في المحمدي بس ما كانتش مهلبية، بيعملوا نفس الفكره دي بس دي ما كانتش مهلبيه يا مصايب، كان جهاز بيحرق الحاجه كده. كان جهاز بيحرق الحاجه، انت فاكراها؟ انا عايز بس ما ايه اشوقكم ليها. انا عايز اكسرها كده قبل الفيديو، عايز اكسرها كده اهو. شوف تتكسر جميله يعني، شايفين؟ ماشي يعني انها قاسيه قوي ولا حاجه. هات يا مصايله، هات يا مصايله، هات الغرفه كده، الغرفه كده منها كده اهو، الغرفه كده اهو منها كده. يلا غرف، عايز تغرفي منها كده ولا لما سؤالها؟ لا لانها هي شداني من ساعتها. انا هبدا غرفي منها كده، هبدا في الكشري يا جماعه. بص انا هبدا انا في الكشري بقى، الكشري عبي، بس غرفي دي كده يا سؤال. بسم الله. سامع ايدك يا حبيبه ابوك، جميل. في ايه بس تفصلين ايه؟ بقول لا بتفصلين يا مسؤوله والنبي. عارفه بقى لما كانت تبقى محسوبه؟ انا عامله يا جماعه اكل البيت ما فيش احسن منه. النهارده اكل المحلات والمطاعم تخوف. شوفوا كم عبد الله من اكثر طرته، لا هي حلوه. شوفوا شوفوا المنظر، تستاهل الوقفه اللي احنا وقفناها دي. شوف البقرة والنمل، شايفين؟ هتكون البقرة اتسحبت. لا سؤال عدد ده جميل يا ام سهيل. دقوا بحطوا دخيلة التلاجة. ايوه والله جميل. ايه دفني؟ عندي هتديها ملعقة وسخة دي نظامية. انت عليك يا حبيبي. دي ايه طعمها؟ كلها حبيبتي عمو. اما نشوف. جميل، اللهم صل على النبي. احنا اول ما اتجوزنا انا وام سهيلة رحنا مصر عند ابو طارق ده، وكان معايا هيثم ابن خالي، ورحنا اكلنا احلى طبق كشري هناك. فاكر انت؟ مش فاكر يا ام سهيلة؟ ودخلنا سينما التحرير. سمعنا هنيدي؟ كان في امستردام. الفيلم كان اسمه مش عارف، صعيدي؟ صعيدي ولا همام؟ مش عارف، حطيت في الثلاجة وانا كتير. اللي كان في الجامعه الامريكيه يا سهيل اسمه ايه؟ ايه رايك؟ ليه جميل خلف، بس شوف عاملاها قد ايه عويل. بحب الشن كتير ده. في ضيوف يا جماعه جم مره حلوه قوي يا مسهيل. فسهيل عامله لنا ضيوف. مين يا ولد ضيفه؟ دي مش ضيفه يا مسهيل، ده اخت اخويا عبود، بنت اخويا عبود عبد الخالق الله يرحمه. شايفه جايبه لها حته صغيره كانت بعتت لمامتها حته. هي بنت حلال. هي النهارده الناس بيقولوا انت بقيت شكلك عبد الخالق خلاص لما حلال. لا اللي راح اتفسحوا وسابوها ده، ما احنا نفس الدم. ها؟ اللي راح اتفسحوا وسابوها. بسم الله. لا الكشري الاكل. جميله يا ام سهيله والله. تصدق احنا بقالنا كتير ما عملناش الكشري ده. حلو الناس طبعا اللي بره مصر اللي ما يعرفوش الكشري ده يا جماعه، الكشري ده عباره عن وجبه غذائيه كامله، فيها رز وفيها عدس بجبه وفيها عدس تاني وفيها مكرونه وفيها شعريه وفيها رز، خلي بالكوا، وبصل وطماطم ومكرونه، والدقات دي بقى الصلصه دي ودقه التوم دي حاجه يعني، هو موضوع كبير يعني يا جماعه. يعني اللي يطبخ بطه يطبخها اسهل من الكشري دي عند الواحد عند المطبخ في المطبخ يعني. دي للناس اللي بره مصر يعني، ما تحاولش تعمله برضه لانه صعب. ممكن حد بره مصر هو مش صعب، هو تجهيزات بس. تجهيزات كل حاجه طبخ لوحدها ده غوالي وكده. ما احنا عاملينه انا، امال انا عارف من ايه؟ ما احنا عاملينه متصورينه ولا فاهم؟ فاهم هو بيتعمل ازاي يعني. ايه الاخبار؟ عجبتك؟ والله جميل. جميل.
انا بقى رايي ان كان الكارمل من تحت كمان يا ام زهير. انا عملته مره من الكارمل من تحت. لا كانوا يا جماعه انا يعني شوفوا هو شوف بقى شكله عامل ازاي. لا بصوا على بصوا بقى عامل ازاي. لا تحس ان هو ده قلب كريم كراميل. لو انت هتكرمليله الكرمله من تحت هتقلبيه. اه. زي الكريم كراميل. هيتقل. اه هيتقلب ويبقى عال. طعمه حلو. كريم كراميل ده بقى بيض ورواية. اه وفر في البيض شويه. بس هو ده اجمل يعني اصح من الكريم كراميل. كريم كراميل مكلف. مكلف اه. هاخد له 8 بيضات وياخد الاحق. وهل هينجح او مش هينجح؟ وهاخد كيلو لبن. هو ده كريم كراميل بس هو بقى في طريقه جديده. هقول لكم عليه الكريم كراميل ده تقوم جايب 4 بيضات او 5 بيضات وتجيب علبه كريم ايه اللي هو المحلب لا الحليب المكثف. الحليب المكثف يا جماعه المحاليب المكثف بدل السكر وتقوم جابه وهتحط وباله كمان علبه زيه لبن حليب وتقوم ضربه في الخلاط يا حبيب اخوك وتقوم عامله بقى كده في الصينيه زي التاني بالظبط بس طعم ما عندكش فكره ومبقاش مخرم يبقى صفيه التصفيه دي اللي بتخليه ما يخرمش التصفيه دي اللي ما تخليهش يخرم صح اه والله فين بتقول ده عجل ملك ما بتاكلش حاجه هبقول لسالك هبقول لسالك اعمل لك واحد هو صاحبتك صاحبتك بتعرفي هتقعدي روح هو عاوزه ملك يا سهيله خدي النشره معاكي خد النشرة معاك استنى اكلمك تعالى خد ال ده هو التتعب بتاع الشغل سهرانة بالليل كده في البلد سلام حلوة يا جماعة سلام جميل جميل مش عارف دي اللي عامله لي غوشه في دماغي خلاص ما عادش عادي تعالي تمام شوف قد ايه لسه سؤال حلو قوي يا جماعه الكشري والله جميل بس انا اللي مش كويس يعني الحمد لله وخلاص انا بقى ايه اخد نصيبي من دي اخد نصيبي من دي يا جماعه بس انا يعني ايه شوفوا لا خلاص يا حاج خلاص تمام انا هاخد نصيبي من دي يا جماعه عشان انا خايف لا يضحكوا علي جميله بسم الله الرحمن الرحيم ما ولا حاجه بقى فوق الوصف عارفين لما بيعملوا حاجه حلوه مع الاكل بالحاجه الحلوه دي بتغوشني ما خليش باكل كويس اهو يا عم طيب يا ولاد مالك بسم الله ما شاء الله يلا اشوفكم بخير يا جماعه فيديو جديد السلام عليكم